ناس بعتين لي جواب عن بلد من بلاد الصعيد، وبيقولوا مبدأ من حق الشعب أن يختار رأيه. في الحقيقة عايز أقول لكم إن الشعب من حقه أن يختار، ولكن ليس من حقه أن يفرض شخصا معينا لغير رضاء الأسقف. يعني هو اتفاق بين الاتنين، الأسقف يكون راضي والشعب يكون راضي. لكن افرض ان الشعب طلب رصاد من شخص الأسقف غير مرتاح إليه إطلاقا، وما يقدرش يضع عليه اليد، دي ضد ضميره. فلابد زي ما من حق الشعب أن يختار، من حق الأسقف أن يوافق أيضا، فتكون موافقة مشتركة، ما فيش واحد يفرض على التاني. ده الكلام في قانون الكنيسة. لأن افرض أنه كنت طلبت شخص الأسقف مش راضي عنه، أولا إزاي يرسمه، ثانيا بعد ما يرسمه هيتعامل معاه إزاي وهو متضايق منه من قبل أن يكون. هنخش بقى في لعبة القط والفار، مش معقول الكلام ده. ايه يا ولد ده؟ نزل يا ابني اليافطه دي. ايه دول بتوع ايه دول؟ ما عجبهمش الإجابة بتاعتي. حاجة سن اتفضل. دلوقتي بقينا أي بلد من البلاد يحصل فيها تعب تجيلنا هنا في البطرخانة تعمل لنا هيصة. طريقة حل المشاكل ما تكونش كده، بالعكس اللي بيعملوا شوشرة في الكنيسة أنا باخد فكرة سيئة عنهم، وما أقدرش أحل مشاكلهم بالأسلوب ده. وإن كان البعض له مشكلة مع أسقفه ويجي هنا يعمل هيصة، أقول لو كان معايا بيعملوا كده يما بيعملوا أسقفهم إيه، يبقى الأسقف ليه حق. نهايته ناس بيقولوا نشكر قداستكم على صيامة أولادنا رهبان بدير الأنبا أنطونيوس بكاليفورنيا، مبروك عليكم.